أهلا بكم مشاهدينا الكرام أينما كنتم في جولتنا الصحفية لهذا اليوم من صحافة حول العالم، نبدأها من القدس العربي وتقول: تلبية لدعوة من بن زايد أردوغان، بل تلبية لدعوة من أردوغان بن زايد يجري زيارة رسمية إلى تركيا غدا. إذن أعلنت الإمارات الثلاثاء أن ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد آل نهيان سيجري زيارة رسمية إلى تركيا الأربعاء، يبحث خلالها العلاقات الثنائية وقضايا إقليمية ودولية. قالت وكالة الأنباء الإماراتية رسمية وهم إن ولي عهد أبو ظبي يجري الأربعاء زيارة رسمية إلى الجمهورية التركية تلبية لدعوة من الرئيس رجب طيب أردوغان. وذكرت أن آل نهيان سيبحث مع الرئيس التركي أردوغان خلال الزيارة العلاقات الثنائية وسبل تعزيز التعاون والعمل المشترك بين البلدين في مختلف المجالات بما يحقق مصالحهما المتبادلة، كما ستتناول المباحثات مجمل القضايا والمستجدات الإقليمية والدولية التي تهم البلدين. وفي 31 من أغسطس آب الماضي بحث الرئيس التركي مع ولي العهد عهد أبو ظبي في اتصال هاتفي العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية. وكان وزير الخارجية التركي مولود الشاوش أوغلو قال في تصريحات متلفزة في سبتمبر أيلول الماضي إن أجواء إيجابية تخيم على العلاقات التركية الإماراتية في الآونة الأخيرة. نبقى في القدس العربي وعنوان آخر يقول: إعلام عبري، وفد مغربي يجري زيارة إلى إسرائيل. إذن يجري وفد من الإعلاميين وممثلين عن المجتمع المدني في المغرب حاليا زيارة إلى إسرائيل بدعوة من وزارة الخارجية الإسرائيلية وفق مصادر عبرية. وقالت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية إن الوفد المغربي وصل إسرائيل الأحد في زيارة تستغرق 6 أيام دون أن تذكر أسماء أعضاء الوفد، لكنها أوضحت أن مكونا من إعلاميين وممثلين للمجتمع المدني ضمن أعضاء هذا الوفد. بينما أعلن السفير الإسرائيلي بالمغرب ديفيد جوفرين منتصف الشهر الجاري أنه استقبل الوفد المغربي الذي يضم 8 أشخاص قبل توجهه إلى إسرائيل. وكتب جوفرين عبر تويتر: بدعوة من وزير الخارجية الإسرائيلي، بل من وزارة الخارجية الإسرائيلية، يقوم وفد من الصحفيين وممثلي المجتمع المدني المغربي بزيارة إلى إسرائيل خلال الأيام القادمة. وأضاف: تأتي هذه الزيارة لتعزيز وترسيخ التعاون الثقافي والإعلامي والاجتماعي بين البلدين. وعادة ما تشمل الزيارات التي تنظمها وزارة الخارجية التابعة للاحتلال الإسرائيلي على لقاءات مع مسؤولين إسرائيليين وزيارات إلى مدن ومواقع تاريخية. لصحيفة الشرق الأوسط وتقول: أمريكا تبدي قلقها تجاه الحشد العسكري الروسي قرب أوكرانيا. إذن في التفاصيل تقول الشرق الأوسط: قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي للصحفيين أمس إن الولايات المتحدة لديها مخاوف جدية بشأن الأنشطة العسكرية الروسية والخطاب المتشدد تجاه أوكرانيا. أضافت: ندعو موسكو لتهدئة حدة التوتر. جاءت تصريحات ساكي في الوقت الذي توجه فيه الرئيس الأمريكي جو بايدن جوا إلى فورت براج في نورث كارولينا، وأضاف أن المسؤولين الأمريكيين أجروا محادثات مكثفة مع الحلفاء الأوروبيين بشأن هذه القضية. ونفى جهاز الاستخبارات الروسي أمس الاتهامات الغربية لموسكو بالتخطيط لاجتياح أوكرانيا. وأفاد في بيان أوردته وكالات أنباء رسمية
يرسم الأمريكيون صورة مخيفة لحشود الدبابات الروسية التي ستبدأ سحق مدن أوكرانية، قائلين إن لديهم معلومات موثوقة بشأن نوايا روسية من هذا النوع. نبقى في الشرق الأوسط. أمريكا إذن أو ثلاثة من قادة داعش في أفغانستان على قائمة الإرهاب الأمريكية. إذن فرضت الولايات المتحدة أمس الاثنين عقوبات على ثلاثة من قادة فرع تنظيم داعش في أفغانستان، ورجل آخر اتهمته بتسهيل العمليات المالية للتنظيم في خطوة أعقبت سلسلة من الهجمات التي شهدتها كابول وأعلن التنظيم مسؤوليته عنها. وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتون بلينكين في بيان أمس إنه تم إدراج أمير الجماعة سناء الله غفاري والمتحدث باسمها سلطان عزيز عزام والقيادي بإقليم كابول مولوي رجب على قائمة الإرهابيين العالميين. وأشارت الوزارة في بيان لها إلى أن غفاري هو المسؤول عن الموافقة على جميع عمليات داعش في جميع أنحاء أفغانستان وتأمين التمويل اللازم لإجراء العمليات. وأضاف البيان أن صلاح الدين هو المسؤول عن التخطيط لهجمات وعمليات التنظيم الإرهابي، ويقود مجموعات داعش في خراسان التي تشن هجمات في العاصمة الأفغانية كابول. إذن مشاهدينا، من صحيفة الشرق الأوسط ننتقل لعنوان آخر من صحيفة العرب اللندنية، يقول هذا العنوان في تفاصيله: نتائج نقابة المحامين لا تشير إلى هزيمة لحلفاء حزب الله في الانتخابات التشريعية. إذن اعتبرت أوساط سياسية لبنانية أن فوز نادر كسبار المرشح المستقل المدعوم من التيار الوطني الحر وحزب الله بمنصب نقيب المحامين مؤشر سيء مفاده ألا شيء يوحي بأن هناك تغيرا سيطرأ على المشهد السياسي في الانتخابات التشريعية القادمة المقررة في 27 من مارس القادم. وقالت هذه الأوساط إن نجاح كسبار تم من خلال دعم المحامين المنتمين إلى التيار الوطني الحر الذي يرأسه جبران باسيل صهر الرئيس ميشيل عون، وكذلك محامي الثنائي الشيعي حزب الله وحركة أمل، فيما اضطرت بعض الأحزاب إلى إعلان دعمها لكسبار في اللحظات الأخيرة بعد تأكدها من ميلة الكفة إلى فائدته مثل حزب القوات اللبنانية والتيار المستقبل. وسعى الكثير من أنصار الأحزاب المتحالفة للاحتفاء بفوز كسبار وكأنه انتصار على حزب القوة اللبنانية في رسالة واضحة يفيد فحواها بأن حزب القوات بات مستهدفا من قبل حزب الله وحلفائه بعد مواقفه المعارضة لسلاح حزب الله المتفلت والمنتشر والذي يهدد المواطنين في كل زمان ومكان. ذات الصحيفة مشاهدين صحيفة العرب تقول: زيارة سلطان عمان لقطر تتوج لمسار طويل من الإعداد المسبق. إذن قالت وسائل، بل قالت أوساط عمانية مطلعة، إن الزيارة التي قام بها سلطان عمان هيثم بن طارق إلى قطر تأتي كتتويج للقاءات على مستوى الفرق وخطط للتعاون تم الإعداد لها بشكل مسبق ومنذ مدة طويلة، وإنها زيارة اقتصادية بالأساس. وأشارت إلى أن مسقط التي تواجه أزمات اقتصادية مركبة بين تراجع أسعار النفط وتداعيات كوفيد-19 تتحرك على أساس الحاجة الماسة إلى إيجاد حلول لأزمتها، وهو الأمر الذي من الممكن أن تقدمه قطر، لافتة إلى أن زيارة السلطان هيثم لقطر جزء من المساعي الهادفة إلى الحصول على الدعم الخليجي، وقد بدأ هذه
قد بدأت هذه المساعي بزيارة سابقة للسعودية في يوليو الماضي. أضافت هذه الأوساط أن سلطنة عمان تراهن على الأخوة الخليجية من أجل الخروج من الأزمة، ولذلك فإن السلطان هيثم هو من يبادر بنفسه إلى كسر البرود الذي شهدته علاقات بلاده مع دول مجلس التعاون، تاركا حسابات الماضي وراءه ومركزا على خططه لتحسين أوضاع العمانيين. وقالت وكالة الأنباء القطرية إن أمير قطر الشيخ تميم بن حمد وسلطان عمان السلطان هيثم بن طارق بحثا تطوير العلاقات الاقتصادية بين بلديهما وتعزيز العمل الخليجي المشترك. إلى الجريدة الكويتية، حزب الله يتخوف من خسارة الانتخابات اللبنانية. عبر حزب الله اللبناني أمس صراحة عن تخوفه من خسارة الانتخابات النيابية المقبلة في وقت بحث رؤساء الجمهورية ميشيل عون ومجلس النواب نبيه بري والحكومة نجيب ميقاتي في اجتماع بقصر بعبدة بمناسبة عيد استقلال لبنان، بحث مسألة استقالة وزير الإعلام جورج قرداحي الذي تسببت تصريحاته المسيئة للسعودية ودول الخليج في أسوأ أزمة على الإطلاق بين بيروت وداعميها الإقليميين التاريخيين في الخليج. جاء ذلك بعد ساعات من إعلان عون في رسالة متلفزة وجهها مساء إلى اللبنانيين عشية الاستقلال أنه يأمل بأن تحل الأزمة مع الخليج قريبا، مقرا بأنها أدت إلى تداعيات سلبية على صعود عدة بما فيها الواقع الحكومي. وجدد عون في خطابه تأكيده موقف لبنان الحريص على إقامة أفضل العلاقات مع الدول العربية ولا سيما دول الخليج انطلاقا من ضرورة الفصل بين مواقف الدولة اللبنانية وبين ما يمكن أن يصدر عن أفراد وجماعات، وذلك غداة مطالبة مفتي لبنان الشيخ عبد اللطيف دريان باتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة ترتيب وترميم العلاقات مع العرب خاصة السعودية ودول الخليج العربي، وإلا سيبقى الوطن خارج الحضن العربي. نبقى في الجريدة الكويتية. إيران احتجاجات الجفاف ترمي رئيسي في أحضان الحرس. في وقت تتواصل وتتسع فيه الاحتجاجات الشعبية الحاشدة، انطلقت الجمعة الماضية بعدة مدن في جنوب غرب البلاد للمطالبة بإيجاد حل لمشكلة شح المياه التي من أسبابها الجفاف. اضطر الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إلى تعيين القائد السابق للحرس الثوري في محافظة أصفهان غلام علي حدادي محافظا على تشار مهال وباختياري بعد أن امتدت إليها تظاهرات العطش. كما عين الرئيس الإيراني مسعود فلاحي أحد قادة الحرس حاكما على مديرية الأهواز في محافظة خوزستان أمس، وأجبر رئيسي على الخطوة التي وصفها مراقبون بالارتماء في أحضان الحرس الثوري تحت ضغط الاحتجاجات، ورغم أنه وعد في وقت سابق بإعادة النظر في تشكيلته الحكومية وتعيينات المحافظين والإدارات المحلية التي هيمن عليها عناصر المؤسسة العسكرية الموازية للقوات المسلحة. للعربي الجديد، بينت يقول: إسرائيل لن تكون ملتزمة بأي اتفاق نووي مع إيران. إذا أكد رئيس الحكومة الإسرائيلية نفتالي بينت أن إسرائيل لن تكون ملزمة بالاتفاق النووي مع إيران حتى في حال التوصل إلى اتفاق جديد، مشيرا إلى أن الخطأ الذي ارتكبته إسرائيل بعد الاتفاق النووي 2015 لن يتكرر. أضاف في كلمة له في مؤتمر هرتسيليا الاستراتيجي صباح اليوم أن إيران في
في مرحلة متطورة جدا من برنامجها النووي، مشيرا لامتلاكها أجهزة تخصيب أكثر تطورا من أي وقت مضى. وانتقد بينت سياسة نتنياهو وتهديداته، بل وتهديداته الإعلامية دون أي فعل، إذ قال: عندما دخلت لمنصب رئيس الحكومة قبل أقل من نصف عام ذهلت من الفجوة بين الخطاب الذي كان معلنا وبين الفعل، وجدت مسافة تبعث على القلق في المقولات المترددة التي كانت دائما تؤكد عدم السماح لإيران بامتلاك سلاح نووي. نبقى في العربي الجديد. العراق يبدأ عملية برق السماء ضد داعش بإسناد من التحالف الدولي. إذن أعلنت قيادة العمليات العراقية المشتركة انطلاق عملية عسكرية واسعة لتعقب بقايا تنظيم داعش في مناطق متفرقة من البلاد بمشاركة طيران التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة. وأفادت القيادة في بيان بأن المرحلة الأولى من عملية برق السماء انطلقت اليوم بإشراف قيادة العمليات العسكرية المشتركة، وشرعت كتائب الاستطلاع لفرق وقيادات العمليات في الجيش العراقي ضمن قواطعها كافة وأفواج وسرايا المغاوير التابعة لفرق الشرطة الاتحادية والقوة التكتيكية التابعة لوكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية بعمليات استطلاع مسلح مكثفة بإسناد جوي من طيران الجيش والقوة الجوية وطائرات التحالف الدولي. لعربي بوست نقرأ منها: الأمم المتحدة تطالب بالإفراج الفوري عن جميع المعتقلين في السودان. إذن في التفاصيل، رحب رئيس بعثة الأمم المتحدة المتكاملة بالسودان فولكر بيرتس الاثنين، رحب بالإفراج عن 4 من المعتقلين السياسيين وضعوا خلف القضبان منذ إعلان قرارات الجيش السوداني، مطالبا بإطلاق سراح جميع المعتقلين. والمفرج عنهم هم ياسر عرمان المستشار السياسي السابق لرئيس الوزراء، وعمر الدقير رئيس حزب المؤتمر، وعلي الريح السنهوري وهو رئيس حزب البعث، وصديق الصادق المهدي القيادي بحزب الأمة. نعود لموضوع عملية برق السماء العراقية. عبر الهاتف ينضم إلي الدكتور عبد القادر النايل، سياسي عراقي. دكتور النايل، هل من دلالات لتوقيت هذه العملية؟ أهلا وسهلا بكم وبمشاهديكم الكرام. معلوم تماما عندما تختنق العملية السياسية قبل تشكيل أي حكومة بعد أزمة دائج الانتخابات، وهذا حقيقة أصبح ديدا جميع الحكومات التي شكلت فيما مضى، يتم حقيقة إطلاق عمليات عسكرية الهدف منها أولا تخويف هذه الأحزاب في أزمتها بطريقة أمنية، وثانيا إعادة تجميعهم تحت البوصلة الأمريكية من أجل إنتاج حكومة وتسريع تشكيل حكومة والاتفاق على تقاسم السلطة فيما بينهم. ولذلك عملية برق السماء تأتي في هذا الإطار، كون أن القضية ليست معلومة الآن أن جبال حمرين هي تخضع لسيطرة تنظيم الدولة بين القوسين داعش، ليس الآن حقيقة، ولذلك كانت المساندة الأمريكية واضحة وكثيفة، لأن الذي يتتبع حملة الطائرات الأمريكية فوق جبال سلسلة حمرين يجد أن هناك مساندة كبيرة لميليشيات الحشد الشعبي، وهذا حقيقة يدحض الوهم الذي يظن أن تهديدات ميليشيات الحشد الذي تريد خروج القوات الأمريكية من العراق أنها صادقة، بل أنها كاذبة بدليل هذا التعاون الموجود الفعلي. وبالتالي هذا الضغط حقيقة يولد نوعا ما من وصول إلى توافق من أجل وجود حكومة جديدة يمكن أن يعتمدون عليها، وبهذا الإطار تأتي هذه العملية التي لن تحقق إلا أهداف بسيطة وغايات معينة. وبالتالي الاعتقالات التي تجري والتهجير للمكون السني في العراق في بغداد وفق هذه المناطق وديالة يؤكد تماما على أنه حقيقة إيجاد طائفية جديدة من أجل الوصول إلى غايات أساسية.
نعم، إذا دكتور النايل، هل تريد القول أن هذه العملية تأتي لصرف النظر عما يجري بخصوص الانتخابات؟ بالتأكيد هذه نعم. مؤكد تماما، لأنه حقيقة أصبحت يعني رائحة نتائج الانتخابات الخاضعة للتزوير مليئة داخل العراق وخارج العراق. أولا لحد هذه اللحظة المفوضية لم تعلن النتائج، ثانيا التناقضات التي حصلت للمفوضية قبيل إعلان النتائج بأن هناك ليس تغييرا في نتائج الانتخابات، يوم أمس تعلن المفوضية أن الطعون ستؤدي إلى تغييرات كبيرة وجوهرية في نتائج الانتخابات، وبالتالي حتى يتم صرف الشعب العراقي والإعلام عن نتائج الانتخابات وما يجري من ترتيبات خلف الكواليس وطبخة جديدة ستعلن خلال الأيام القادمة لإرضاء الميليشيات والكتل الخاسرة وبإطلاق هكذا عمليات عسكرية، لأنه هذه القضية ليست الآن موجودة يعني، وبالتالي لم نشهد انهيارات أمنية حتى يتم إطلاق هكذا عمليات عسكرية، ولذلك تخويف الشعب وبالتالي أيضا تغطية على نتائج الانتخابات القادمة وإعلاناتها، وأيضا تجميع هؤلاء الفرقاء السياسيين من أجل إيجاد عدو وهمي حتى يتم تخويفهم وإرجاعهم إلى الحظيرة من أجل إعادة التوافق وتقاسم السلطات والوزارات فيما بينهم كما كان سابقا، وبالتالي يدحض عملية الأغلبية السياسية التي ينادي بها السطر، وهذا حقيقة تتوافق مع الإرادة الإيرانية، ولذلك رأيتم أن الميليشيات الحشد من تتقدم الصفوف وتساندها الطائرات الأمريكية في هذه العملية. شكرا جزيلا لك الدكتور عبد القادر النايل الأكاديمي والسياسي العراقي. الآن مشاهدينا الكرام أترككم مع فقرة كاريكاتير. شكرا لكم على المتابعة، إلى اللقاء.